أخوك حسين من الكويت. ده الحمام الفرنسي البيور النوع هذا. دول يعني لسه صغار، يعني عمرهم 3 شهور. أنا حاطهم مني. أربع شهور. عندي الحمام الفرنسي يمتاز بالختم، ده ختم عليه من الشركة، ودي عليه ختم تحت الجناح. طبعا كل هون بيور، هذول فيهم اختام، تجي ختم زيدة من الشركة الفرنسية الأم. ده زغلول عمره اظن 12 يوم او 13 يوم. استاذ مصطفى، هذا الختم النتيء. شوفه لحظة بس، اسم الشركة. زوبعة تحسين. هذا الرقم، طبعا الرقم يكتبونه بالأوراق. احنا هني بص، انا ما اقدر اصور بس كله لحم. هني عندنا التحويل لحم مش عظم، يعني هذا عمره اظن 12 يوم لحمة. هذول الأمهات لحمة، وبسرعة يتحول إلى الزغلول نفسه. طبعا اللحم الفرنسي مو شرط أبيض، عندنا كذا الالوان، بس عندنا الشرط الابيض موجود، ولكن عندها كله من الشركه. الاهل عليهم اختام، ختم اصفر او ازرق. نفس ده الختم يجي نفس هذا. العلف طبعا سلويد هذا، يعني لما يصير عمره 20 يوم ممكن يوصل 800 900 جرام. هذا انا اعرف، هذا ممكن 500 جنيه، هذا طبعا 5 دنانير يعني 250 جنيه. يعني الزوج ده من الشركة يجي ب $500، طبعا 150 دينار كويتي، يعني هم كلهم اهلهم كذي $500 عشان الزغاليل بسرعة تكبر عندنا. يعني 12 يوم او 13 يوم الزغلول كذي يصير كله لحم. حبيت بس تشوف هذا بداية. عندي حمام اكثر بعد نفس الوضع بس بمكان ثاني. طبعا الماي فيه فيتامينات، طبعا انا حاط فيتامينات، بس الاحجام شوف صغار، يعني 4 شهور 3 شهور. شوف هذا فرق عمره يمكن 45 يوم 40 يوم.
هذا الزوج الوزان. طبعا الوزان ما في ختم. الاهل السلاله القديمه فيها فيها. الحين هذا ما فيه اختام، بس هذا الاصل. بس احجامه طبيعيه يعني مو كبيره. طبعا فيه زغلولين. هذا الوزان. طبعا لما تروح السلاله بعيده والدم يصير بعيد يقل الحجم. مو نفس هذا. هذا ختم تحت الجناح وهذا ختم برا الجناح. هذا الذكر، هذه النتي اللي وريتكم الصورة. كم يوم محمد عمره؟ 5 أيام. هذا الثاني على ذكر هذا الوزان. هذا الوزان محمد ها؟ هذا الوزان من ضمن الوزان، بس لسه صغار. يعني شوف الفرق. طبعا هذا انتاجه اكبر وهذا الوزان. طبعا لو ترد على الوزان اول ما جابهم كبر هذا. طبعا سلويد هذا يعني لما يصير عمره 20 يوم ممكن يوصل 800-900 جرام. هذا احنا هني. بص انا ما اقدر اصور، بس كله لحم. هني عندنا التحويل لحم مش عظم. يعني هذا عمره أظن 12 يوم لحم. هذول الأمهات لحم. هو بسرعة يتحول إلى الزغلول نفسه. طبعا اللحم الفرنسي مو شرط ابيض، عندنا كذا الالوان، بس عندنا الشرط الابيض موجود ولكن عندها كله من الشركه. الاهل عليهم اختام ختم اصفر او ازرق. نسته الختم يجي نفس هذا. Thank you.